أرقام المنحنى الوبائي لم تعد في المنطقة الخضراء كما اعتاد الأردنيون في الأسابيع الماضية، أعداد المصابين في ارتفاع وحالات الوفاة المؤسفة كذلك. وزارة الصحة تؤكد أن النسبة الغالبة من المصابين والوفيات ممن لم يتلقوا المطعوم بجرعتيه، حقيقة تظهر أهمية ومأمونية المطعوم تفادياً للإصابة أو لأي إجراء تشديدي غير محبب. شهدنا إقبال كثير جيد بالنسبة لهاي الأعمار، والآن احنا بنشهد كل يوم بيكون في هاي الأعمار مجدولة أو غير مجدولة في المركز بيتم إعطائهم هذه اللقاحات، وأعتقد أنه فيها نسبة كثير كويسة وممتازة. وزارة الصحة باشرت بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين في الخارج ممن تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول، وهو إجراء تسهيلي للمواطنين لتلبية احتياجاتهم العملية واليومية. فكرة مركز مدرج مستشفى حمزة تسهيل إجراءات السفر للناس اللي ماخدين جرعة أولى خارج الأردن ورجع على الأردن بده ياخد الجرعة الثانية. الإجراء بصير إنه بنثبت الجرعة الأولى سواء كانت فايزر أو مطعوم الأسترازينيكا، بثبت الجرعة الأولى ومباشرة بياخد مطعومه اللي هو الجرعة الثانية إذا كان مستحق الفترة الزمنية اللي هي 21 يوم بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. والله لأنه بنضطر نسافر كثير، فأخذت الجرعة الأولى واضطريت سافرت، ولما رجعت دغري إجيت هون الحمد لله على مستشفى الأمير حمزة، فأنا لأنه الجرعة تبعتي أسترازينيكا. والسبب مباشرة اللي هو السفر للكويت تحديدا، حيث أنه أخذنا جرعتين سينوفارم للسفر ما اعترفوش فيهم، أخذنا جرعة فايزر كمان كان طلب السعودية خاصة، الكويت لحد الآن ما اعترفوا فيها، اضطرينا نأخذ الجرعة الرابعة اللي هي فايزر. وأمام الارتفاع في المنحنى الوبائي وتفاوت نسب تلقي المطعوم في مختلف مناطق المملكة، كان لابد من إجراء حكومي يضمن استمرار مناحي الحياة بشكل طبيعي، لا سيما عامل المنشآت الاقتصادية، إضافة لعودة التعليم الوجاهي، بحيث تصبح الكرة الآن في ملعب المواطنين خاصة غير الحاصلين على المطعوم. أما بالنسبة للحاصلين على المطعوم فإن الالتزام بإجراءات الوقاية أمر لا مفر منه مع استمرار وجود الجائحة. إذن تسهيلات عدة تقدم للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، تسهيلات تأتي في إطار زيادة الإقبال على المطاعم وخفض المنحنى الوبائي بعيد ارتفاع مقلق في أرقامه. شهد الطراون المملكة عمان.